أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا بكل خير من أورينت نيوز صحافة اليوم، والبداية من العناوين. في المستقبل اللبنانية، نجاد يختتم ولايته بزيارة بغداد لتنسيق سبل دعم الأسد. وفي الزمان العراقية، الميليشيات تهجر 5 قرى في ديالة. ومن عناوين الغد الأردنية، فلسطين تخوض إضرابا عاما اليوم دفاعا عن النقب. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ: سوريا تصرف ولا تنتظر أمريكا. أشار فيه الكاتب طارق الحميد بأن الأزمة السورية تشهد عملية إهمال وتقصير دولي محير ومرعب، من شأنه أن يفضي إلى أن تصبح سوريا دولة فاشلة وأرض حرب طائفية ومصدر موجة جديدة من الإرهاب أسوأ من موجة القاعدة، وسيدفع الجميع ثمنها دون شك. نتابع. الإشكالية في الموقف الأمريكي أن الرئيس أوباما لا يريد التدخل في سوريا عسكريا، كما لا يريد دعم الثوار بالسلاح، ولا يريد حتى التحرك الدبلوماسي مع روسيا. بل إن أوباما في مقابلة له مع الإعلامي الأمريكي الشهير تشارلي روز يقول إن الجيش الحر اسم فقط، ومقاتليه مكونون من أطباء وخلافه، وإنهم ليسوا مقاتلين حقيقيين. والحقيقة وإن كانت وظائف مقاتلي الجيش الحر فقد كانوا يسيطرون على قرابة 60% من سوريا قبل تدخل ميليشيات حزب الله دفاعا عن الأسد. بما يعني أن التعويل على إدارة أوباما خطأ كبير، ومن يترقب الموقف الأمريكي بمصر بعد الحركة التصحيحية في 30 يونيو حزيران سيدرك خطورة التردد والتخبط الأمريكي تجاه المنطقة، بما يعني أن على دول المنطقة أن تتحرك دون انتظار أوباما في سوريا. وبالطبع فإنه لا يمكن تجاهل أمريكا كدولة عظمى، ولكن لو انتظر المصريون مثلا وتحديدا الفريق السيسي أوباما لانزلقت مصر إلى نفق مظلم، والأمر نفسه أدركته إيران، ولكن سعيا للشر، حيث اقتنعت طهران بأن سياسات أوباما لا تقوم على المبادرة ووفقا للمصالح الاستراتيجية، وإنما على ردود الفعل والتكيف مع الحدث بعد حدوثه. ولذلك نجد إيران في كل المنطقة وها هي ترمي بثقلها دفاعا عن الأسد. ملخص القول إن على أصدقاء سوريا بالمنطقة التحرك وعدم انتظار أمريكا، خصوصا أن الدعم الإيراني لا يتوقف، ومثله جرائم الأسد الذي يحاول الاستفادة من التردد الأمريكي لدحر الثوار، وهذا ما يجب عدم السماح به، لأن الثمن حينها سيكون فادحا على الجميع. وجد الكاتب أكرم البني مفارقة مؤلمة بين رمضان شهر الورع والتقوى وإعلاء قيم التسامح والرحمة، وبين رمضان في المشهد السوري المكتظ بالضحايا والخراب والتشرد والعوز الشديد جراء عنف منفلت أمعن فتكا وتدميرا في حياة الناس وممتلكاتهم، مكبدا حتى الآن أكثر من نصف السوريين خسائر وأضرارا مختلفة الدرجات. لا نضيف جديدا عند تأكيد مسؤولية النظام عما حصل ويحصل، أو إرجاع الأمر إلى سلبية المجتمع الدولي وتقصيره في حماية المدنيين وإغاثة المنكوبين، ولا يخفف عمق المأساة التذكير بأن كوارث أصابت بلدانا كثيرة وكبدتها خسائر أكثر هولا، أو أن الشعوب المبتلية بالاستبداد لا بد أن تدفع أثمانا باهظة لقاء تحررها. لكن الجديد والمدهش في الوقت نفسه أن تلمس لدى غالبية السوريين ورغم أحوالهم السيئة وشدة ما يكابدونه إصرارا لافتا على التغيير وحماسا للتخلص من الاستبداد أيا تكن الآلام والتضحيات. والمدهش أيضا صور التكافل الاجتماعي والإنساني وتقاسم شح الإمكانيات على موائد الإفطار، وكأن كل محتاج ومهجر يتعرف حيث يحل على أهله وناسه من جديد، ويكتشف جرأتهم في إظهار تضامنهم وتعاضدهم معه مهما تكون التبعات. هي أشبه بصرخة في واد الدعوة الخجولة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بوقف العنف وعقد هدنة خلال الشهر الفضيل، مثلها مثل دعوة رئيس الائتلاف الوطني، ليس فقط لأنها تفتقد إلى الدعم والسند، بل لأنها لا تعني نظاما تعززت أوهامه بالقدرة على الحسم بعد استعادة السيطرة على بعض المناطق. من صحيفة الزمان العراقية نقرأ: الميليشيات تهجر 5 قرى في ديالة.
تزامن هذا الأمر مع تفجيرات وقعت وأسفرت عن سقوط 24 مواطنا في ظل موجة اغتيالات بالفلوجة وديالة وتكريت والموصل. باشرت الميليشيات المتنافذة في ديالة حملة تطهير عرقي غير مسبوقة في قرى شرق قضاء المقدادية التابعة لها، حيث قصفت بمدافع الهون قرى الخيلانية والشاخة والجوف والعكيدات والجميلات في خلال يومي الثالث والرابع من شهر رمضان بشكل مكثف قبل أن تدهم القرى، وتقوم بتهجير أهلها وإخلاء القرى ومنعة الأهالي النازحين من تلك القرى الزراعية من اصطحاب مواشيهم وممتلكاتهم التي أصبحت نهبا للميليشيات. وقال مراسل الزمان في ديالى إن 9000 نسمة أصبحوا في العراء. ونشد وجهاء المقدادية الحكومة المحلية والحكومة المركزية في بغداد التدخل لمنع هذه الجرائم ضد الإنسانية التي تقع أمام أعين القوات الحكومية. وتمثل ديالى أهمية خاصة للميليشيات الممولة من إيران التي تقع على حدودها وتعد من خطوط إمداداتها، في حين يشترك العراق الذي يدعو لمعالجة الأزمة السورية عبر حلول سياسية مع سوريا بحدود تمتد لأكثر من 600 كيلومتر. من افتتاحية الحياة نقرأ تحت عنوان الجيش والميدان والقصر للكاتب غسان شربل، تحدث فيه عن ما كشفه الربيع العربي في دولنا ومجتمعاتنا وأفكارنا وحتى قواميسنا. لم يكن الحاكم يخشى الشعب، كان الشعب ممسوكا، كان معتقلا ومعه الأحزاب إذا وجدت، فضلا عن النقابات والإعلام. كان الحاكم يخشى الثكنة وشرهة من يصعدون في صفوفها. أقلق الربيع العربي الحكام وأوقع جيوشهم في حيرة. امتحن علاقة هذه الجيوش بالنظام والدولة والدستور والشعب وتطلعاته. ماذا يستطيع الجيش أن يفعل إذا غصت الميادين والساحات بمتظاهرين يرددون الشعب يريد إسقاط النظام ويحملون الأعلام ولافتات كتب عليها إرحل؟ فوجئت السلطة السورية برياح الربيع، سارعت إلى استخلاص دروس الآخرين. الميادين المكتظة بالمتظاهرين السلميين أشد خطورة من رصاص المعارضين المسلحين. أي حياد للجيش سيرشحه لدور البديل؟ لا ميادين ولا بديل. انغمس الجيش السوري في القتال ضد المعارضين والمقاتلين الجوالين والتكفيريين وفاضت أنهار الدم. دخل الجيش في لعبة الانتصار أو الانتحار، منع سقوط النظام، لكنه اضطر إلى تلقي مساعدة عسكرية علنية من حزب الله. صارت المواجهة في سوريا جزءا من النزاع السني الشيعي على سوريا والإقليم، ولم يسقط الجيش السوري طويلا في الحيرة، سقط فيما هو أصعب منها. ثمة من يعتقد أن الجيش قد يستطيع إنقاذ النظام بأثمان باهظة، لكنه يعجز عن إنقاذ وحدة الأراضي السورية. كشف الربيع العربي بلداننا، كشف دولنا وأحزابنا ومجتمعاتنا وأفكارنا السقيمة وقواميسنا القديمة، كشف هشاشة مؤسساتنا وخرائطنا وحيرة الشعوب والجيوش. في ذات الصحيفة نقرأ عنوان واشنطن تنقذ إخوان مصر رغما عنهم، أشار فيها الكاتب جورج سمعان إلى أهمية مصر في عبور هذه المرحلة لأنها تؤثر حكما على دول المنطقة. المرحلة الانتقالية الثانية التي تعيشها مصر هذه الأيام أشد خطورة من تلك الأولى التي بدأت إثر إطاحة الرئيس حسني مبارك. في هذه كانت الساحات والميادين تواجه عموما وبدرجات متفاوتة المؤسسة العسكرية التي تولت إدارة الدولة. أما اليوم فالمواجهة بين كتلتين كبيرتين من المجتمع، ما يعني أن خيار الصدام لا يزال قائما وأن الحرب الأهلية احتمال وارد إذا أصر الإخوان على رفض كل مفاعيل ما يعدونه انقلابا عسكريا. لم تصب النكسة الجماعة وحدها، أصابت أيضا الأمريكيين الذين يدعون اليوم إلى إطلاق الرئيس مرسي، وهم يهدفون على الأرجح لبقاء الباب مفتوحا مع الإخوان للمقايضة السياسية لعلهم ينجحون في تصويب الخط الذي انتهجوه. لقد رهنت إدارة واشنطن عليهم وعلى الإسلام السياسي عموما حتى قبل حلول الربيع العربي، ولا مبالغة في القول أن توجيه هذه الضربة إلى الإخوان في مصر شعبيا أولا وعسكريا ثانيا
لم تشكل انتكاسة للإسلام السياسي في هذا البلد وحده. الاهتزاز شمل ويشمل كل الحركات الممثلة من تونس النهضة إلى الجمهورية الإسلامية، ومن غزة حماس وحزب الله لبنان إلى تركيا أردوغان، وهو ما دل عليه رد فعل هؤلاء. لذلك فإن ما ستؤول إليه التطورات في القاهرة سيترك آثاره الكبيرة وبصماته الواضحة على أوضاع الشرق الأوسط الكبير برمته. فهل تستطيع إدارة أوباما إعادة بعث الإسلام السياسي بالصيغة التي تشتهي؟ إن نجاحها في إنقاذ إخوان مصر رغما عنهم هو التحدي والامتحان. في صحيفة الدستور تساءل الكاتب ماهر أبو طير: لماذا قفزت المليارات عن عمان؟ في إشارة إلى الأموال الخليجية التي تدفقت على مصر. وقارب الكاتب في حديثه حال الأردن الصعبة على الصعيد الاقتصادي، حيث الاقتصاد بات على مشارف الهاوية، وتلك المليارات قفزت عن الأردن الأخطر سياسيا وجغرافيا على أمن الخليج العربي. ما داموا يتوترون من نفوذ الإسلاميين، فلماذا يتركون الأردن تحت وطأة أزمات الجوار ونفوذ الإسلاميين؟ والتبريرات لا تفلح بالوصول إلى الإجابة، هذا على الرغم من وجود نقد خليجي مبطن لعدم إعلان الأردن حتى الآن عما فعله بالأموال القليلة التي تم دفعها لصالح تمويل مشاريع من الصندوق الخليجي. هناك رأي ثاني يقول إن الأردن كان بإمكانه أن يستفيد مالياً في ذروة ضغط الإسلاميين والحراكات على عصب الدولة عبر استغلال الغضبة الشعبية من أجل معالجة الاقتصاد. في تفسير ثالث يرى محللون أن الموقف الخليجي يرتبط بملفات أخرى، أبرزها الملف السوري والملف الفلسطيني، والقصة لا يجوز مطابقتها برأي هؤلاء على النموذج المصري باعتبار أن القصة ليست مجرد الخوف من شبح الإسلاميين فقط. الرأي الرابع يتكلم عن شفافية التعامل مع أموال المساعدات وعدم الثقة بشأن الإنفاق، وأن هناك ملفات حساسة غائبة نسفت ثقة الدافعين للأردن وجعلتهم يمارسون سياسة التنقيط حتى تحت وطأة الخوف من سيطرة الإسلاميين في الأردن عطشا في الذهاب والإياب. إذا كانت المعركة الكبرى لا تزال مع النظام، فمن الأولى أيضا أن تكون المعركة مع كل ما من شأنه أن يخدمه. الكاتب عمر قدور أشار إلى ذلك تحت عنوان كتائب تقاتل وأخرى تتربص بالحكم في صحيفة الحياة. ما يلفت الانتباه إن الكتائب التي ترتكب الانتهاكات ليست هي التي حررت مناطق نفوذها الحالي، أو لم تكن لها اليد الطولة في التحرير، وهي في غالبيتها العظمى غير منضوية تحت الجيش الحر. في أكثر من مكان وحال لم تقدم تلك الكتائب الدعم الضروري للمقاتلين الذين كانوا يعانون نقصا في العتاد والذخيرة أمام قوات النظام، بل ظلت منشغلة بفرض رؤيتها الخاصة للحكم مع انهماك بعضها بجمع الغنائم. ولا يغيب عن بال المتابعين وجود صلات سابقة لجماعات القاعدة والتكفيريين بالنظام السوري، الصلات التي توطدت مع سقوط نظام صدام. هذا لا يعني بالضرورة بقائها كما هي حتى الآن، لكن الخدمات التي تقدمها للنظام بانتهاكاتها تثير مزيدا من الريبة، فهي على الأقل لا تتوقف عن تقديم العون الإعلامي اللازم له. إن وضع كثير مما حدث في إطار الانتهاكات الفردية أو المصادفة يتغافل عن أن مجموعها يشكل منهجا مستمرا. لقد تلكأت المعارضة طويلا في إدانة كتائب السرقة والتعدي على خصوصيات السوريين، وتلكأت أيضا في إقرار مدونة تنظم إدارة المناطق المحررة بحيث لا تبقى أسيرة الأهواء الإيديولوجية أو المصالح الخاصة. كثيرون ومنهم مسؤولون غربيون يقرون بأن المتطرفين في سوريا قلة. السؤال: لماذا إذن يسمح لهم بالتحكم بالغالبية؟ لمناقشة أبرز ما أوردناه من مقالات ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب الصحفي إسلام أبو شكير، أهلا بك معنا في صحافة اليوم. كما تابعنا في سوريا الثورة يقال إن كتائب تقاتل على الأرض وأخرى تتربص بالحكم، إلى أي مدى يمكن أن تعتبر هذا الأمر واقعا؟ وواقع بالتأكيد، يعني هذه حقيقة لا يمكن أن نتجاهلها، بل الخطأ الأكبر الذي ارتكب يعني على مدى فترات طويلة أن هذه الحقيقة تمت التعمي عليها وتم تجاهلها تحت ذرائع مختلفة، منها أننا حريصون على وحدة الصف، نحن لا نريد مزيدا من الشروخ، لكن في النهاية وصلنا إلى مرحلة من التناقض، مرحلة يعني تطلبت منا الآن أن نتحدث عنها بصراحة وأن نشير إليها على أنها تشكل أيضا مصدر خطر يتهدد مستقبل الثورة. هذا التناقض
يعني ما بين قوتين على الأرض، كل منهما يعني لها موقف من النظام، لكن أيضا يعني هنالك من يقاتل بإخلاص، من يقاتل من أجل الوطن، يقاتل من أجل سوريا الجديدة، وهنالك من يقاتل من أجل أن يستأثر بالحكم. يعني هذا الأمر يعني يعني بالإمكان للتسميات يعني أن نشير إلى الأشياء بأسمائها. الآن أصبحت الأوراق على الطاولة مفتوحة أمام الجميع، ويعني كل يتكلم بمنتهى الصراحة. نعم، هناك أسئلة وجدت بعض الأجوبة بخصوص موضوع اغتيال قادة من الجيش الحر في المناطق المحررة على وجه الخصوص، ومعروف من يقف وراءها بالطبع. قل لي كيف يحدث هذا الاختراق، وإلى أين سيؤدي في حال استمر في ظل هذا الصمت الدولي؟ أولا، الثورة في سوريا عندما قامت لم تقم يعني بتوجيه من أو بقيادة سياسية ذات برنامج محدد. الثورة في سوريا هي ثورة شعبية فطرية تلقائية، أناس بسطاء يعني خرجوا إلى الشوارع يطالبون بحريتهم، يطالبون بالكرامة، وبالتالي هذا الأمر يعني أفسح المجال فيما بعد لظهور لتسلل الكثير من القوى الانتهازية من هذه الفرص، الذين لديهم أجندات مسبقة وأيديولوجيا وعقائد، يعني استغلوا هذه الحالة، حالة الاندفاع الفطري والتلقائي، لكي يكون لهم حضور فيما بعد. القاعدة تأتي على رأس هذه القوى، وهذا هو شأن القاعدة في أكثر من مكان في العالم. اخترقت، تمكنت القاعدة من اختراق الثورة تحت مسميات، من هذه المسميات، من هذه الشعارات إسقاط النظام، يعني تاجرت، قناعتي الشخصية أنها تاجرت بهذا الشعار، واستطاعت أن تستقطب الكثير من السوريين، أن تخدع الكثير من السوريين. الآن يعني القاعدة لا تستطيع أن تخرج عن جلدها، القاعدة في النهاية ستعبر عن نفسها بشكل أو بآخر، وهذا ما حدث في لحظة من اللحظات عندما يعني عبرت القاعدة عن مشروعها. نعم. بشكل واضح وبشكل صريح، ويعني الآن كما ذكرت قبل قليل، الآن الأمور أصبحت واضحة. يعني الآن الأمر لا يقتصر فقط على اغتيال قيادات من الجيش الحر، بل أحيانا على ممارسات تثير الدهشة، يعني كأن تصور القاعدة مشهدا لذبح رؤوس بعض السوريين، ثم يعني توزع هذه الأشرطة على مختلف محطات العالم. نعم. ليكون هذا الشريط بالذات ليكون ورقة رابحة في يد النظام يتاجر به ويستثمر به من أجل الإساءة إلى الثورة. القضية يعني لا نستطيع أن نأخذها دائما بحسن الظن، هنالك جانب يجب أن نتوقف عنده، العلاقة التي تربط ما بين القاعدة وما بين النظام، هذا سؤال مطروح ولا بد أن نبحث عن إجابة حوله. نذهب إلى الشأن المصري إذا تكرمت. برأيك هل الولايات المتحدة يعنيها أمر الإخوان المسلمين في مصر مثلا؟ هناك من يرى أن إدارة أوباما تعكف على إعادة دور مفهوم الإسلام السياسي بصيغة تناسبها. الولايات المتحدة الأمريكية عموما بمختلف إداراتها يعني غير معنية بالإخوان المسلمين بما هم إخوان مسلمين. نعم. هي معنية بمصالحها بالدرجة الأولى. الإخوان المسلمون في الفترة التي يعني أصبحت السلطة بأيديهم في مصر قدموا خدمات للولايات المتحدة الأمريكية، يعني لم يزعجوا، على الأقل لم يشكلوا إزعاجا للأمريكان. الآن أيضا يعني الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمون وهذه الهبة الشعبية التي قامت في مصر التي أسقطتهم في النهاية، أيضا الأمريكان لا يستطيعون أن يتجاهلوها. الأمريكان قادرون في تصوري على أن يعني يضمنوا مصالحهم سواء مع الإخوان المسلمين أو مع سواهم، هم بإمكانهم أن يعني هم لا يتبنون جماعة معينة، هم يبحثون عن الجماعة التي تؤمن مصالحهم، ومن ضمن هذه المصالح العلاقة تعرف مع إسرائيل وما وسواها من قضايا يعني مطروحة على الساحة. الإسلام السياسي، أمريكا يعني بلورت فهما خاصا للإسلام السياسي، وهي تعبر عنه بكل وضوح وفي أكثر من مناسبة. الإسلام الذي يعني الإسلام الذي لا يدخل أمريكا في دوامة العنف، لا يهدد مصالح أمريكا، ربما كان يعني هذا شك جانب من صورة الإسلام السياسي الذي تطرحه الولايات المتحدة. دعنا نتحدث سيد إسلام عن الأموال الخليجية التي تدفقت على مصر، وهو أمر أحدث ضجة إعلامية، من بينها تساؤل
قرأناه الآن في الصحف. لماذا قفزت المليارات عن عمان مثلا؟ حال الأردن صعبة من الناحية الاقتصادية، والأردن في هذا الظرف الأخطر سياسيا وجغرافيا على أمن الخليج العربي. كيف تعلق على هذا القول؟ هناك نقطتان. النقطة الأولى، هل انقطعت المساعدات عن الأردن؟ يعني ذهاب شيء من المساعدات باتجاه مصر، هل يعني هذا أنها اقتطعت من حصة الأردن لتوجه إلى مصر؟ لا أعتقد أن الأمر كذلك. يعني الأردن يتلقى الكثير من المساعدات من الخليج ومن غير الخليج. إذا كانت له يعني مشكلاته الاقتصادية فهذا جانب آخر. يعني الأردن منذ سنوات طويلة وهو يتلقى المساعدات ولم يخرج من أزمته. يبدو أن القضية يعني تتعلق بالشأن الداخلي الأردني نفسه. هذه النقطة. النقطة الأخرى أيضا، هل يعني الأردن أكثر حساسية سياسيا وجغرافيا وأمنيا على الخليج العربي من مصر؟ أيضا هذا سؤال يحتاج إلى أن نعيد التفكير فيه. في تقديري أنه مصر تتمتع بثقل أكبر بكثير من الأردن، أو لنقل إنها تؤدي دورا يختلف عن دور الأردن. مصر مهمة جدا بالنسبة للخليج، ومن الطبيعي جدا أن تتوجه الأنظار، أنظار الخليج أو غير الخليج حتى، أن تتوجه إلى مصر في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها ممكن مصر. ممكن في الأردن يتحدثون من منطلق جغرافي ربما. ربما. ماذا عن العراق؟ هناك سيناريو مشابه لما يحدث الآن في سوريا، قرى في ديالة وقضاء المقدادية تتعرض للقصف بالهاون من ميليشيات ممولة من إيران وتحت أنظار القوات الحكومية. الآن نحو 9000 نسمة في العراء سيدي، كيف تعلق؟ الآن يعني بغض النظر عن الإيحاءات الطائفية يعني التي يمكن أن نستشفها من هذا الكلام بعيدا عن هذا كله، لكن العراق بلد يعني يعيش مأساة ومحنة حقيقية لم يتمكن من التخلص منها. أحد الأسباب، أحد العوامل المهمة هو سوء الإدارة. هنالك سلطة في العراق لم تتمكن من أن تضع حدا لهذه المأساة، رغم أنها يعني في كل مناسبة كانت تعد بذلك. القضية قضية بلد مهم جدا، بلد له تاريخ، شعب عظيم يتعرض للإبادة، يتعرض للقتل اليومي، اقتصاد منهار، ثقل سياسي منعدم، لا وزن للعراق الآن في المنطقة. القضية يعني لا تتعلق بتركيبة العراق ولا بالتناقضات، ما يقال عن تناقضات طائفية وعن صراعات. القضية تتعلق بإدارة الأزمة، إدارة سيئة وفاشلة، إدارة رهنت نفسها أو يعني جندت نفسها لأداء مهمة قد تكون ذات طابع طائفي. لكن نحن إذا أردنا أن ننتقل من الطبقة الحاكمة إلى الشارع، وأنا على معرفة يعني وثيقة بالعراقيين حكم كوني من أنتمي إلى منطقة قريبة من العراق، الوئام الاجتماعي، السلم الاجتماعي قائم حقيقي، ليس وهما، ليس مجرد شعار. لكن للأسف هنالك قوى مثل إيران ربما، أو من المؤكد أن إيران تلعب دورا في هذا المجال، وأيضا الإدارة السياسية تحاول أن تشعل صراعا من نوع ما، وذلك لتمرير مخططات وتنفيذ مشاريع معينة. أمس سقط عشرات القتلى والجرحى في موجة تفجيرات في العراق قبيل الإفطار بقليل. ماذا تقرأ في هذا العنوان المكرر تقريبا منذ أعوام؟ دلالاته مثلا، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ يعني أعود إلى نفس ما قلت قبل قليل، أن العراق يحتاج إلى ربيع حقيقي. العراق نعم تخلص من حكم ديكتاتوري، حكم صدام حسين. هذا الحكم أو هذه السلطة أو النظام الديكتاتوري يعني تسبب بخسائر كبيرة للعراقيين، لكن أيضا ما بعد مرحلة الاحتلال لم يتمكن العراقيون من الخروج من الأزمة. الآن نحن بحاجة إلى إعادة نظر في مفهوم الحكم لإخراج العراق من هذه انتشاري من هذه المحنة. سيدي أخيرا، يعني بحكم متابعاتك، ماذا كشف لك الربيع العربي الذي حدث في بعض الدول من أجل التغيير؟ الربيع العربي لم تتشكل ملامحه حتى الآن، ما زال الربيع العربي في طور التشكل. من السابق لأواني أن نقول أن هذا الربيع حقق أغراضه أو نجح تماما.
أو أنه فشل. حتى الآن سوريا لم تتبلور بشكل يعني هذا الربيع، هل سيفضي إلى ربيع أم لا؟ مصر كذلك الأمر، ليبيا، تونس، اليمن. إذا نحن في مرحلة انتقالية صعبة، لكن في كل الأحوال من الضروري التأكيد على أن المجتمع العربي في مرحلة ما قبل الثورات لن يكون هو نفسه في مرحلة ما بعد الثورات. هنالك متغير مهم جدا أصاب الجذر، أصاب البنية العميقة، وهذا التغير لابد أن يفرز، لابد أن يتمظهر في وقت ما على شكل ربما سياسة جديدة، على شكل مجتمع جديد، على شكل ثقافة جديدة، فكر مختلف. هذا هو المنتظر من هذا الربيع العربي. الكاتب الصحفي إسلام أبو شكير، كنت قد علقت على أبرز مقالات الصحف العربية والأجنبية، شكرا جزيلا لك على المشاركة. شكرا مشاهدينا، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من صحافة اليوم، فابقوا معنا. المنطقة ورد الكاتب عليه أيضا تحت عنوان سنبقى وراء الحزب وإيران وسوريا. أجاب المسؤول المهم في إدارة أمريكية، مهمة ثالثة أو ربما تكون الأهم في حديثه عن سوريا، عن سؤال هل يكون الأسد المحاور؟ قال طبعا ليس بشار الأسد هو المحاور، لأن المطلوب التخلص منها، والمطلوب أيضا التفاهم على من يحل مكانه ويكون مقبولا من الجميع، وعلى العرب والأتراك توحيد المعارضة، ونحن نتعاون مع المجلس الأعلى للثورة السورية. علقت الحل المتفاوض عليه كان ممكنا في البداية، أي في الأشهر الستة الأولى للثورة، سواء مع بشار أو من دونه. أما الآن فقد فات أوانه في رأيي، بشار لن يذهب ولن يستسلم، وهو لا يصغي إلى الروس ولا أحد من طائفته، وإن كان ضده سياسيا مستعد لأن يتركه، لأن الحرب الدائرة صارت مذهبية، ولأن طائفته ربما بدأت تخشى المجازر أو حتى الإبادة. رد على كل إن دعم موسكو لبشار مستمر. ماذا عن العراق، وخصوصا بعدما صار إسلاميوه السنة وإسلاميو سوريا السنة أيضا في حال واحدة؟ سألت، أجاب هذا أمر مقلق، نحن ندعو للتعاون بينهم وبين المالكي رئيس حكومة العراق ومع الشيعة، لكن احتمال التعاون الجماعي السوري العراقي خطير إذا حصل، ولابد من مواجهته، ويجب أن يؤدي العرب دورا في ذلك. من يقتل قادة الجيش الحر؟ مسألة شائكة خاصة في المناطق المحررة، يعزوها كثيرون لقوات النظام وميليشياته التي تحاول اختراق الثوار بأي شكل من الأشكال. أين تقع عمليات الاغتيال التي تستهدف قادة ومقاتلين في الجيش السوري الحر؟ وما هي الأهداف التي تحركها؟ ولمصلحة من تتم هذه الاغتيالات؟ لقد بات واضحا بعدما كان متوقعا أن من ينفذ هذه الأعمال مجموعات مسلحة متنقلة تحمل أسماء مختلفة، لكنها كلها تسعى للانتساب والتماهي مع تنظيم القاعدة. هذه الصورة عمل النظام السوري بكل ما أوتي من خبرة في الدعاية مشهود له بها ليجعلها صورة الحراك الشعبي، فكان المتظاهرون السلميون بحسب ماكينته الإعلامية هم الإرهابيون المتخفون وراء بعض مطالب محقة من أجل النيل من الممانعة والمقاومة في سوريا، ولا يبرر هذه الحرب التي يشنها النظام في كل البلاد بشرا وحجرا إلا بترسيخ هذه الصورة وجعلها صورة سوريا المستقبل. من الصعب تقرير أن هذه المجموعات جزء من أجهزة النظام، لكن تجارب سابقة خصوصا في العراق ولبنان أكدت أن أجهزة النظام كانت تسهل عمل مثل هذه التنظيمات لأغراض السياسة السورية، كما احتضنت إيران عناصر من القاعدة فروا من أفغانستان للدوافع ذاتها. مثلث الحرية والعدالة والكرامة كان محور مقال الكاتب محمد أبو رمان في صحيفة الغد الأردنية تحت عنوان هذا هو الدرس الخطأ. أغلب الدول العربية التي تعاني اليوم من اضطرابات وأزمات عميقة مثل سوريا والعراق ولبنان وليبيا وحاليا مصر يتمثلان بأن أخطر ما نواجهه هي الانقسامات الاجتماعية والسياسية والهويات الفرعية والطائفية وأزمة العلاقات بين المجتمعات المحلية والدولة الضمانة الحقيقية أو كلمة السر لعبور المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدول العربية جميعا اليوم.
في حقبة الثورات والاحتجاجات الحالية تتمثل في ضرورة بناء التوافقات والتفاهمات السياسية لعقد اجتماعي جديد لنمط مختلف من الحكم. لذلك على جماعة الإخوان المسلمين أن تستفيد هي الأخرى من التجربة المصرية وتتعلم الدرس من خطورة إقصاء الآخرين والانفراد في الحكم وضعف برنامجها في الحكم والإدارة العامة، وأن تفهم بصورة دقيقة طبيعة المرحلة الانتقالية وتضاريسها. في هذا المنعطف التاريخي المهم من الخطأ الفادح أن ننسى بأن الثورات والاحتجاجات ما يحدث حاليا في المنطقة يردنا مرة أخرى للشعارات الأولى للثورات العربية التي كانت تعكس المطالب الأساسية للجماهير، أي مثلث الحرية والعدالة والكرامة، وهو الحلم الذي يراود الشعوب كي تتجاوز هذه الحلقات المفرغة وتجترح طاقة الأمل بغد مختلف. لمناقشة ما ورد في هذه المقالات وبالذات عن الشأن المصري ينضم إلينا محمد حسن البنا، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك سيد محمد. يعني أهلا بك. منذ لحظة الانقلاب على الرئيس المعزول محمد مرسي وجد كتاب ومتابعون تحولا غريبا للإعلام المصري الرسمي خصوصا، حيث انقلب أيضا على الموجة الجديدة هو والإعلاميين. ما هذا المنطق؟ كيف تعلق على ما جرى؟ هو الحقيقة أمام فشل جماعة الإخوان المسلمين في إدارة شؤون البلاد هناك مراجعات، لابد أن يراجع كل إنسان نفسه. يعني إذا كانت الفرصة قد جاءت إلى جماعة الإخوان بحيث أنهم سيطروا على مقاليد الحكم أو أصبحوا هم القادة الجدد في مصر منذ 30 يونيو 2012 وحتى الآن، حتى حدوث الثورة الشعبية. يعني أنا آسف إن حضرتك أو الأخت تلت التقرير تتحدث عن انقلاب، هو ليس هذه أقوال صحف سيدي. هذه مقالات. لو رأيت ما حدث في الشارع المصري، هو بالضبط ثورة من الشعب. الشعب عندما يملك يعني سلطاته وقدراته، هو يستطيع أن يلغي نظام ويأتي بنظام آخر. لكن أنا عشان أركز على ما تقوله حضرتك من انه هناك انقلاب، فعلا في انقلاب في بعض الصحف الحكوميه او القوميه بمعنى اصح، لانه راوا فشل الاخوان استمر حتى 29 يونيو عندما قامت الثوره بالمؤتمرات الشعبيه توجت ب 30 يونيو وتوجد ببيان الفريق السيسي، وهو يعتبر حكم وليس حاكم. طيب. يعني حكم بين الناس، لأنه إن لم يتدخل كانت ستحدث هناك حرب أهلية لا يعلم إلا الله مداها. طيب. بالنسبة للإعلاميين، الإعلاميين الحقيقة هم معارض في كل الأوقات. يعني أنا من الناس اللي بعمل منذ 9 أشهر أو 10 أشهر تقريبا، مسؤول عن تحرير جريدة الأخبار، كانت كثيرة النقد، وهي جريدة قومية، كانت كثيرة النقد لجماعة الإخوان، وكانت أكثر الصحف القومية ملامة من جماعة الإخوان وقادتها. طيب سيد محمد، اتفضل. إلى محور آخر، وصلت المعلومة، برأيك هل الولايات المتحدة يعنيها أمر الإخوان المسلمين في مصر مثلا؟ هناك من يرى أن إدارة أوباما تعكف على إعادة دور ومفهوم الإسلام السياسي بصيغة تناسبها، إلى أي مدى هذا الكلام صحيح؟ لا، هو كلام صحيح، لأنها تريد أن يعني تبعد حرب الإرهاب عن أرض الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تحاول أن تجمع كل
عناصر القوى المتطرفة في الشرق الأوسط وتقضي على هذه الدول. أمريكا لا تعنيها مصر كمصر، أمريكا تعنيها إسرائيل بالدرجة الأولى، ولذلك هي تغذي الحرب في كل الدول العربية. يعني ده منطق واضح وصريح. هو هذا ما تناولته الصحف أيضا. على فرض أثبت الإخوان المسلمون سلميتهم خلال احتجاجاتهم على ما يرونه باطلا وظالما بحقهم، برأيك هل يرتجون خيرا سياسيا طبعا من المنقلبين؟ لا أعتقد، لأنه هذه الحقبة طواها الشعب المصري وانتهت. الآن جماعة الإخوان تحاول أن تجد المخرج الآمن لها، بحيث أنها تبدأ، يعني أنا نصحتي لها أنها تبدأ عملها من جديد، عملها السياسي السلمي من جديد، وتترك الشارع المصري يحدد حكامه ويختار من يمثله في البرلمان أو في الحكومة أو في الرئاسة. سيدي، لم يبقى من الوقت إلا أن أشكرك محمد حسن البنا، رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا على المشاركة. حماس والمقاومة الفلسطينية ليس لديها فائض قوة في السلاح أو في الجنود حتى تبعث بهم إلى سيناء أو إلى القاهرة. غزة ليست دولة عظمى، حماس حركة تحرر فلسطيني، حركة تحرر فلسطيني قبلتها الأقصى، وعدوه الاحتلال والاستيطان، وهي لا تعادي عربيا أو مسلما لا في مصر ولا في غيرها. نتابع. إعلام الكراهية في مصر لا يخجل من نفسه وهو يحرض على غزة وعلى المقاومة لأغراض رخيصة، ويستغل طيبة الشعب المصري وحبه لفلسطين وللمقاومة ولحماس فيتمادى في الكذب، حتى بات الفلسطيني يخشى على نفسه وهو في قاهرة المعز وفي أرض الكنانة، فيعرف نفسه بجنسية أخرى هربا من الفجور وخشية من الاعتداء عليها. عشرات من الفلسطينيين دفعوا ضريبة باهظة من الأتعاب والاعتقال والحرمان والترحيل من المطارات وإعادتهم على الطائرات التي جاءت بهم بسبب هذا الإعلام الفاسد. المقاومة الفلسطينية صاحبة تجربة فريدة تعرف بها مكونات اللعبة الإعلامية الفاسدة وتواجه بها الحرب الإعلامية الاستباقية، وهي تفند يومياً رسائل الردع والرعب التي تبثها وسائل إعلام الكراهية العنصرية. المقاومة والفلسطينية عامة لا يريد شهادة براءة من أحد، فدماء الشهادة برأته من الخوف ومن العمالة ومن الكراهية، وسيبقى إعلام الكراهية إعلاماً للجبناء والضعفاء المهزيل. الآن نتابع رسوم الكاريكاتور وما خطته ريشة الرسامين. نعتذر عن هذا الخلل، وصلنا إلى نهاية صحافة اليوم، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.